متابعي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد والحصري من قناة الشعب قناة شوف تيفي. هذه المرة مرحبا أخي عبد الغني اللول، هذه المرة في بث مباشر جديد من شوارع عاصمة البوغاز، الشوارع التي تكون شبه خالية في الساعات الأولى من الصباح باختلاف الشوارع الشهيرة والرئيسية كورنيش المدينة أو المدينة العتيقة. نشوف الأجواء بعاصمة البوغاز في الأثناء، الأجواء باردة جدا جدا بعد منتصف الليل. نشوف احنا حاليا تقريبا في الساعة الثالثة والنصف من الصباح، نشوفوا شكون هي المدن الأكثر حضورا معنا في هذا البث المباشر، شكون هم الجنود اللي مازال ما نعسوا ولا الجنود اللي نعسوا وفاقوا باش يخدموا على راسهم يشدوا الطريق للأعمال ديالهم. شوفوا هذا المشهد الجميل، مسجد محمد الخامس أو مسجد إيبيريا كما يطلق عليه هنا بطنجة. الهدوء يعم أرجاء هذه الأماكن. كريم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أخي كريم إسماعيل أهلا وسهلا، كيف ما كنقول دائما قناة الشعب قناة شوف تيفي معكم في كل وقت، ليس لها وقت محدد في توصيل الخبر في توصيل الأحداث في نقل الجمال. علي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي أهلا وسهلا. كما قلت متابعين الأوفياء ما كرهتش نقرأ التعليق ديالكم، نعرف شكون هي الأكثر مدن الأكثر حضورا معنا في البث المباشر. تحية متبادلة أخي إسماعيل. ونشوف أيضا شنو هي الأجواء اللي عندكم في المدن ديالكم، واش كاين شي حرارة واش كاين شي رطوبة أو برودة كما هو الحال في عاصمة البوغاز مدينة طنجة. الجميل اللي دائما كنفتخروا به وكنعتزوا به وكنحاولوا اننا نسلط عليه الاضواء هو الامان الحمد لله الموجود في بلادنا. الانسان يقدر يدور يجول في اي وقت بغى في اي شارع بغى، الحمد لله امن ماشي عادي في اي وقت بغى في اي ساعه، ما كاينش اللي قيسك، غير انه في بعض الاحياء او المناطق اللي كيكون الانسان الله يعفو على الجميع مدمن على شي حاجة، كيبغي يشري شي حاجة، ربما كيبغي يعمل شي حاجة اللي عندها علاقة بالإدمان أو السكر وما شابه ذلك، فكيكون الكريساج في بعض الأحيان. ولكن في الغالب الحمد لله هذا كيف ما كنقول هذا أمر، واخا أخي محمد يلول كما كنقول هذا أمر واجب علينا نعتز به ونفتخروا به، قضية الأمان لأنها ماشي سهلة. راه كاين مدن الله يرحم بابك الله يعزك شكرا بزاف الله يبارك فيك الله ينورك شكرا بزاف. تحية الناس ساكنة طنجة اللي معنا في كل وقت في كل بث مباشر، كما شفنا الشاب اللي كيتفرج في هذا اللايف هذا حصلني هذا حصلني. تحية لكل متابعي هذه القناة الجميلة قناة الشعب. كما قلت القضية ديال الأمن قضية واجب علينا أننا نفتخروا ونعتزوا بها، لأنها ما كيناش في دول عظمى دول كبيرة اللي ما كتقدرش توفر أبسط الأشياء للشعوب ديالها وهي الأمن. احنا حاليا كما قلت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، يعني في وقت متأخر من الليل، والحمد لله كنتساروا في أي شارع بغينا، في كل زنقة بغينا، في أي حي بغينا، في كل أريحية وفي كل سلامة
فالله يدومها نعمة. وطبعا هادشي كيبقى بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واللي نصره الله، واللي كيعطي واحد العناية فائقة للشعب ديالو. طبعا الاجتهاد ديال رجال الحموشي، رجال النيابة العامة، رجال الأمن الوطني، الأيادي الخفية واللي كتسهر فعلا على حماية هذا الوطن الشريف بكل الطرق، بشتى الطرق، المراقبة عبر الكاميرات، بالمراقبة ديال فرق الجولان اللي كيكونوا سواء عبر السيارات، سواء بالدراجات النارية، سواء بالدراجات الهوائية، وبعض المرات بفرق الخيالة. المهم الحمد لله الأمن كاين، فالله يدومها نعمة. وكيف ما قلت، السبب الأول والرئيسي كيبقى هو أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله، أدام الله عليه النصر والتمكين. وفاء فعلا مدينة طنجة جميلة جدا. إذا هذه كانت واحد الجولة من الجولات. أهلا وسهلا بناس الرشيدية. كما قلت متابعين الأوفياء، هذه كانت واحد الجولة صغيرة جدا نشارك معكم الأجواء الجميلة ديال هذه المدينة. نشوفوا الأجواء ديالها بعد منتصف الليل أو في الساعة الأولى من الصباح كيفاش كتكون هذه طنجة. صراحة قمة الجمال، قمة النظافة، قمة الروعة، قمة السحر. فنتمنى من الله عز وجل أن كل المدن المغربية تكون بهذا الشكل. إذا متابعينا الأوفياء، شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في بثوث مباشرة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.